يلا إذا نحن اليوم في تشابتر 14 جلايكوزامين وجلايكن بروتيوجلايكان، هذول الشق كامل. والشق الثاني في التشابتر بيحكي عن جلايكوبروتين. للوهلة الأولى أول ما تطلع على الاسمين بتفكر إنه إحنا بنحكي عن نفس المركب، لكن صراحة إحنا ما بنحكي عن نفس المركب. المركب الأول بروتيوجلايكان صح انه بروتين وكربوهيدرات، المركب الثاني جلايكو بروتين برضه بروتين وكربوهيدرات، لكن في اختلافات واضحة بيناتهم رح نتعلمهم في هذا الشابتر. نبدأ. كلمة جلايكو بروتين وبروتيو جلايكن، هاي المركبات انا شفتها قبل هيك في البيولوجي، شفتها في الحشوة خارج الخلية الاي سي ام اكسترا سيلولار ماتريكس. مثلا هاي الصورة كانت من كتاب البيولوجي، اذكرك في البروتيو جلايكن اللي هم هدول اللي شكلهم زي شكل فرشاة الشعر، والجلايكوبروتين كان أشهر واحد فيهم اللي هو الكولاجين اللي هو البروتين الليفي اللي عليه شوية سكر. نحن رح نحكي عن هذه المركبات جلايكوبروتين أم بروتيوجلايكان ونشوف الفرق بينهم. الشق الأول من التشابتر بتكلم عن بروتيوجلايكان. أمامي على اللوح المستطيل الأزرق عندي بروتيوجلايكان كومبلكس معقد من البروتيوجلايكان، يتكون من جلايكوبروتين مولكيولز. كل دائرة من الدوائر اللي بحوط عليها عبارة عن one بروتيوجلايكان مولكيول. بروتيوجلايكان مولكيول ها هو قدامك، وأنا رح أرجع أرسمه كمان مرة. بتكون البروتيوجلايكان من بروتين موجود في منطقة الوسط، ناخذ غير اللون الأخضر بنفسج. أوكي، إذا عبارة عن بروتين موجود في منطقة الوسط كور بروتين لبي، وداير ما يدوره في كل الاتجاهات، بس أنت حاليا شايفه على اليمين وعلى اليسار، لكن رح تتخيل إنه في سلاسل من السكر طويلة غير متفرعة كمان جاية في اتجاهك خارجة من الشاشة، وكمان سلاسل طالعة من الشاشة للخلف. فإذا داير ما يدور البروتين هذا اللي في المنتصف في عندي سلاسل من السكر طويلة. هذا المولكيول اللي أمامك اللي رسمته بسميه بروتيوجلايكان مولكيول. برا الخلية ما بكون جالس لوحده، بكون عامل شلة تجمع مع other بروتيوجلايكان مولكيولز. لو جينا أنا وياك وحطينا ساتلايت، طلعنا ساتلايت وخدنا صورة من فوق، أوكي صورة من هذا المكان، راح تكون الصورة كالتالي. البروتين اللب راح يكون على شكل دائرة، والسلاسل السكرية رح تكون مش بس على اليمين وعلى اليسار، لا في كل اتجاه. حكينا انه سلاسل داير ما يدور المركب، لذلك اذا بدي اوصف شكل البروتيوجلايكان بوصفه ب شو بيشبه؟ بعد ما اعطيتك صورته من الاعلى وصورته من الجنب بيشبه ايش؟ متخيل شمس انت الصورة؟ شمس؟ لا لا مش الشمس. تخيلي هذا المركب بس السكريات من كل الاتجاهات. شجرة كيف شكله؟ شجرة. أوكي حلو شجرة. في شيء موجود في المختبر بننظف فيه للتست تيوبس اللي هي إيش؟ الفرشاة، فرشاة تنظيف الأنابيب الزجاجية، أو فرشاة تنظيف الرضاعات رضاعات البيبي، أو فرشاة السشوار. في فرشاة استشوار خاصة برضه بيكون فيها الشعر من كل الاتجاهات حوالين العصا اللي في المنتصف. فإذا البروتيوجلايكان مولكيول لها شكل مميز، شكلها يشبه شكل الفرشاة. It has a bottle brush like appearance. So it has a bottle brush appearance. لها شكل يشبه شكل الفرشاة. مين هدول؟ هدول البروتيوجلايكان، بروتين في المنتصف وجلايكان حوالينها. برأيك النسبة الأعلى مين؟ للبروتين ولا للجلايكان بورد؟ من البروتين. نعم سمعت جوابين مختلفين. لا لا السكر السكر آسف لمين؟ السكر للسكر. نعم حوالي 95% من المركب عبارة عن سكر. So, الشيء المميز في البروتيوجلايكان رقم 2 انه معظمه سكر، معظمه سكر. اوكي انا وياك هلا رح ناخذ ونركز على هذا السكر، رح نعمل فوكس اكثر على هذه السلاسل السكريه.
هذه السلسلة تسمى، هاتوا لنشوف اسمها، تسمى جاج، اختصارها جاج، وتسمى، وهي اختصار للكلمات جلايكوز أمينو جلايكان. عشان الاسم كتير طويل، انت فيك تختصر بالاختصار جي اي جي او جاج، اوكي؟ وله اسم اخر، نشوف الاسم الاخر للجاج. اذا السلسله الطويله هاي اللي حوالين البروتين بنسميها جاج، او كمان لها اسم ثاني في الكتاب ميوكو بوليساكارايد. طبعا خلال الشرح رح تعرف ليش سميتها ميوكو بوليساكارايد، وكمان ليش سميتها جلايكوز امينو، ليش سميتها امينو، او ليش حطيت كلمه امينو. تعالوا سوا نشوف تركيب الجاج مباشره على اللوح. الجاج عبارة عن سلسلة طويلة من السكر، وهذه السلسلة تتكون من وحدتين سكر مكررات أكثر من مرة، يعني تتكون من داي سكرايد ريبيت، داي سكرايد ريبيت. كيف يعني؟ يعني إذا الوحدة الأولى السكرية A والوحدة الثانية B، فاللي بعديها رح تكون A بي، وهكذا. So it composed or it consists of disaccharide repeated many times. So هل تقدر تعتبره homopolysaccharide or heteropolysaccharide؟ كتيرة هيتيرو هيتيرو يا السليلوز، سليلوز هل هو homopolysaccharide ولا هيتيرو؟ هما هومو هما هومو هومو يا سليلوز هومو، لأنه بتكون من حبة سكر بس، مش أنواع، نوع واحد وبتكرر. بينما الجاج لأنه بتكون mainly من حبتين مختلفتين بتكرروا عدد من المرات، فإذا هو متنوع، يعني تركيبه متنوع أكثر. هيتيرو بوليساكاريد. أوكي، لما أنا رسمت البوليساكاريد قبل شوي أمامك حوالين البروتين، هل كان بفروع أو من غير فروع؟ بفروع. عن جد؟ أنت لا عم لا تحكي عن أكثر ستريت نقطة؟ ستريت unbranched. إذا أنا رسمت البروتين في المنتصف، وبعدين مسكت القلم الثاني ورسمت لك سلسلة سكر، قلت لك هي سلسلة وهي سلسلة وهي سلسلة، كل واحدة بسميهم جاج، هل هذه متفرعة أم غير متفرعة؟ اني برانش unbranched، لو كانت برانش كنت رسمت بهذا الشكل. So it's unbranched. So الجاج عبارة عن unbranched hetero polysaccharide. اوكي، خلينا نعمل زوم اكثر ونشوف الدايسكرايد ريبيت. امامي على الصوره الدايسكرايد ريبيت، المركز الاول او المحل الاول السكر بكون في الاغلب فيه مجموعه كربوكسل كربوكسيل، والكربوكسيل قاعده ولا حامض؟ أسيد حامض. حامض So في المركز الاول بكون في عندي في الاغلب، في اغلب الجاج بكون عندي اسيديك شوجر. لما بحكي في الاغلب معناته اكيد في استثناءات، لكن انا بحكي ان جنرال. سو في المكان الاول بكون عندي اسيديك شوجر. منين اجت كلمه اسيديك؟ من هذه المجموعه. سؤال كيمياء، هذه المجموعه شحنتها ايش بتكون في الفسيولوجيك بي اتش؟ ماينس واحد سالب. اوكي، اذا سالب، نحط عليها سالب. جود. نشوف المركز الثاني، مين ممكن يكون موجود في المركز الثاني او المكان الثاني بالاحرى؟ هو عبارة عن سكر لكن فيه مجموعة وظيفية ملونة بالأزرق. هذه المجموعة إيش بنسميها؟ أمين جروب أمينو. والأمينو شحنتها موجب ولا سالب؟ موجب موجب. سو في المركز الثاني أو المكان الثاني بكون عندي أمينو شوجر، أمينو شوجر. لكن في أغلب الأوقات، في أغلب الأوقات هذه المجموعة بيكون مضاف لها أو يضاف إليها مجموعة وظيفية كمان أخرى، أسيتك جروب أسيتيل. سو هل الموجب بتضلها موجودة على المركب؟ لا بصير متعادل أيوة. فإذا في الموقع الثاني بكون في عندي أمينو شوجر، وبالأغلب بكون عليه أسيتيل جروب، سو في الموقع الثاني عندي أسيتيليتد أمينو شوجر. أوكي، أحيانا على مواقع مختلفة أمامك على الصورة ممكن نلاقي مجموعات إضافية، زي بدأ مع الأو مثلا نوصل مجموعة كبريت صلفيت مثلا. Okay, for example صلفيت ممكن تكون موجودة على أكثر من مكان. الصلفيت جروب أيضا شحنتها في الفسيولوجيك بي اتش سالب ولا موجب؟ سالب. سالب. So إذا بدي أحكي عن شحنة الجاج، شحنة الميوكوبوليسكرايد، سالب موجب متعادل.
سالب. 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 والسبب؟ يا والسبب؟ الأسيليك شوجر يا دائما الأسيديك سالب. شوجر. السبب تاني قد يكون موجودا اللي هو سولفيد. مجموعة السلفيد. يا السلفيد. أما الموجب هل ممكن يتواجد؟ لا ما في شحنات موجبة لأن الأمينو جروب صح شحنتها موجبة، but the positive positive charge is eliminated via the addition of acetyl group. راحت علي البوزيتيف لما أضفت الأسيتيل. So هذا in general هو تركيب الجال acidic acetylated amino acidic acetylated amino وهكذا مكرر عدد من المرات. هذا الجنرال. طيب تعال أعطيك أمثلة على acidic sugar. أمامك الصورة، احكي لي أمثلة. طلع السكر وقول لي هذا أسيدك شوجر واسمه كذا. يس طيب أنا ببدأ. نشوف السكر الأول اسمه جلوكوز أمين، هل هذا أسيدك شوجر؟ هل أحط عليه صح؟ لا لا. نشوف السكر الثاني جلوكورونيك أسيد، شو رأيك؟ أسدك صح. يس. So this is an acidic sugar، قد يكون موجود في المركز الأول أو المكان الأول. نشوف الثالث الأخير مرسوم ايديورونيك أسيد، هل هذا acidic sugar؟ أيوة. يس. طب ممكن تحكي لي شو الاختلاف بين هذا وهذا؟ دي بالإنسان الممكن لا لا بصراحة التنين موجودين في الإنسان. على الرسم، على الرسم شو الفرق في ايش التركيب؟ اسوي؟ ايش موقع موقع الكربوكسيل جروب؟ موقع ايبيمر. الكربوكسيل جروب. So they are epimers. صح شاطر. They are epimers. Okay. فإذا على الموقع الأول ممكن ألاقي glucuronic acid أو ايديورونيك acid في الأغلب، يا هذا يا هذا. أوكي. على الموقع الثاني مين ممكن ألاقي؟ هل بلاقي glucuronic أو ايديورونيك؟ شو بلاقي؟ قلنا بنلاقي أمينو، أمينو شوجر. ما هو الأمينو شوجر المقترح أمامك في الصورة؟ جلوكوزامين. جلوكوزامين، لكن إحنا اتفقنا على إنه الأمينو جروب بنضاف إلها مجموعة أسهل. أسيتيل، تصبح اسم، يصبح اسم المركب أسيتيل جلوكوز أمين، أسيتيل جلوكوز أمين. طب شو رأيك لو أنا عملت تغيير بسيط على الصورة؟ هاي الكربون الأولى صح؟ هاي الثانية، هاي الثالثة، هاي الرابعة. على الرابعة شايفين الـ OH؟ بدي أحطها للأعلى. ماذا يصبح اسم المركب؟ يس شو رأيكم؟ أستيل وات؟ إذا غيرت بس بيتا الالتفاف للـ OH. لا بيتا هيك. جلوكوز. لا البيتا هي الـ OH على كربون واحد إذا غيرتها للأعلى. أنا هون على كربون رقم أربعة غيرت الدوران للـ OH يصبح المركب أسيتيل وات. استنى جواب. من هو الإبيمر للجلوكوز على كربون أربعة؟ فركتوز. جالاكتوز. 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 إذا يصبح اسم المركب أسيتيل جالاكتوز. أوكي أمين، أسيتيل جالاكتوزامين. So على الموقع الثاني بلاقي أسيتيل جلوكوزامين أو بلاقي أسيتيل جالاكتوزامين، والسلفر بنضاف وذر على الأسيديك أو على البيسك أو الأمينو شوجر. أوكي السلفر ممكن ينضاف في أي مكان لاحقا، أو السلفيت جروب. تمام قلنا أن الشحنات سالبة صح؟ طب لو أنا جبت، طالما الشحنات سالبة عم بفكر قاعدة، لو أنا جبت جاج سلسلة سكر عليها شحنات سالب وسلسلة سكر أخرى عليها شحنات سالب، هل بتجاذبوا أم بتنافروا؟ بتنافروا. بتنافروا. سو لما بقربهم من بعض بصير تنافر أو حركة سلوبينج، حركة زحلقة. إذا في خصائص الجاج الشحنة السالبة، وهاي الشحنة السالبة بتعطي خاصية اسمها خاصية السليبينج أو الزحلقة. اوكي السلايدنج اوفر ايتش اذر، وهذا كثير مهم عشان يعطي المكان اللي موجود فيه جاج يعطيه لزوجه فيسكوسيتي. اوكي طيب شو رايك في الجاج؟ هل هي محبه للماء ولا كارهه للماء؟ Is it hydrophilic ولا hydrophobic الجاجز؟
هيدروفيلك. هيدروفيلك من الماء. يا مليانة او اتش دكتورة، هي بتحب المي، وعشانها بتحب المي فهي بتجمع المي حواليها وبتعطي خاصية اللوبريكيشن، الترطيب. سو ميزة الجاج انها بتعطي للمكان اللي هي موجودة فيه، بتعطي الفيسكوسيتي وبتعطي اللوبريكيتنج بروبرتيز، بتعطي كمان خصائص الترطيب والتشحيم. اوكي، فهذه من احد الخصائص، وهذا بيساعدني اعرف الجاجز او البروتيوغلايكان، فرشات الشعر هاي وين ممكن تكون موجودة في جسمي. ايش رأيك؟ وين ممكن الجاجز تكون موجودة في الجسم؟ خارج الخلية خارج الخلية. وين؟ في الاي سي ام في الاي سي ام كومبوننت، تمام. وين كمان؟ عندها خاصية الفيسكوسيتي واللوبريكيتنج بروبرتي، اذا هي ايضا تدخل في تركيب من الجسم؟ ميوكاس. ميوكس، برافو. وين بالك كمان موجودة؟ انا حاطة هون علامات استفهام، المفروض ترجع للكتاب وتعبي علامة الاستفهام. وين كمان في جسمي في عندي أهمية لوجود الفيسكوسيتي واللوبريكيتنج بروبرتيز؟ تبدأ بحرف الجر. يس، جوينت برافو، جوينتس. اوكي، وطبعا أماكن أخرى كثيرة. فإذا هاي الأماكن ميزتها أنها بحاجة إلى فيسكوسيتي واللوبريكيتنج بروبرتيز، فهناك موجود عندنا كمية من الفراش الشعر اللي هي سميناها بروتيوغلايكانز، واللي في من تركيبها سلاسل سكر اسمها جاج. قال اوكي، سؤال كمان. انا لما رسمت حضرتي فرشاة الشعر او البروتوبلانكات، رسمت بروتين في المنتصف ورسمت السلاسل السكر زي المساطر، ليش ما ارسمهم بهذا الشكل؟ ليش ما يتقاطعوا مع بعض السلاسل السكرية؟ يمكن بسبب شحنتهن بتنافروا. برافو، اذا لاحظ الشحنات السالبة بتعطيهم الشكل المميز اللي هو شكل الفرشاة. إذا الشكل تبعهم له علاقة في التركيب، الوظيفة تبعتهم لها علاقة في تركيبهم، تمام؟ أوكي، جود، هذا كله شرحنا، حكينا، تمام. أنواع الجاج، هل الجاج نوع واحد ولا ممكن يطلع منه أنواع مختلفة؟ واضح إنه في عندي أنواع، بس من وين ممكن تنتج هذه الأنواع؟ ليش ممكن يكون عندي أنواع؟ الاختلاف بنوع السكر. أيوة، ما أنت حكيتي يا إما جلوكورونيك يا إديورونيك، فأنت إذا غيرتي نوع السكر طلعتي لي نوع جديد من أنواع الجاج، صحيح. فإذا أول سبب لوجود الكلاسيفيكيشن أو الأنواع هو نوع السكر المكون. شو نوع الأسيديك شوجر اللي بدك تحطيه؟ شو نوع الأمينو شوجر؟ كل ما عملتي اختلاف بسيط طلعتي لي جاج من نوع آخر أو نوع جديد. طب إيش ممكن كمان يكون الاختلاف فيما بينهم؟ خليني أفرجيك الرسمة، أنواع جاج مختلفة، شوف شو اللي ممكن يكون في اختلافات عشان يطلع عندي أنواع. شو رأيك؟ إذا أول شيء حكت لي زميلتكم نوع السكر. غيره. نوع الرابطة برافو، نوع الرابطة رقمها، وضعيتها ألفا ولا بيتا، إذا البوند، تمام. إيش كمان في اختلافات بتخلي الأنواع تطلع؟ موقع الكبريت. يا وجود الكبريت أولا، سلفيشن ديجري، درجة الكبرة، هل يعني هل عليه كبريت ولا ما عليهوش وقديش، وزي ما حكيتي مكان وجوده، لوكيشن، الموقع الكبريت وين على أي كربون، لوكيشن أوف سلفر أو سلفيت. سو من هذه العوامل الأربعة بيطلع عندي أنواع من الجاج. حاليا الكتاب مركز على كم نوع؟ كم مستطيل شايف قدامك؟ 5 6 ستة. أوكي، إحنا إذا الكتاب مركز على 6 أنواع، تعال نشوفهم بشكل عام وناخذ المميز فيهم، يعني نشوف شو الإشي المميز اللي مش موجود في غيره. نبدأ من اليسار بالأعلى، في عندي كوندروتين، كوندروتين صلفيت. طبعا هو الكوندروتين هذا التركيب لإله وهذا التركيب لإله، بيختلفوا فقط في مكان وجود الكبريت، زي ما حكت الزميلة إنه مكان وجود الكبريت بيعطيني نوع جديد. سو كليهما اسمهم كوندروتين صلفيت ان جنرال. طيب تعال نشوف المرتبة الأولى، هل هذا أسيديك شوجر؟ يس. هل هذا أسيتيل أمينو شوجر؟ يس. إذا
التركيب زي ما تعلمنا انه في المرتبه الاولى اسيدك، ثم يلي امينو شوجر، اسيت الامينو شوجر، اسيدك اسيت الامينو شوجر، وهكذا. لاحظ repeated many times، مكرر عدد من المرات. وزي ما ملاحظ من اسمه اصلا كوندروتين سلفيت، فيوجد عليه مجموعه سلفر. ما يميز الكوندروتين سلفيت انه هو اكثر واحد مشهور، اكثر واحد متوفر، the most abundant gag in the body. إذا أكثر واحد من هدول الستة في الجسم هو كوندروتين سلفيت. مكان الوجود من اسمه واضح، مكان الوجود وين موجود الكوندرو كوندروتين سلفيت بكثرة، وين موجود من الاسم؟ المفاصل في المفاصل، في الكارتلج، في الكوندرو. أوكي، so it's found، لاحظ it's found in cartilage وما يحدها. شو في جنب المفاصل؟ في عندنا أربطة وأوتار، so cartilage and ligaments. يعني احنا لما نحاول نقرب الصورة بنقدر نحفظ أكثر عدد من الأشياء. أوكي، إذا cartilage أتخيل حواليها أربطة وأوتار، so cartilage tendon and ligaments. بصفي إني بس أغلب حالي أدرس كلمة أورطة، أوكي، أو أتذكر كلمة أورطة. أنا ملاحظة إنه كلياتهم فيهم حرف التاء، بس بصراحة ما فيني أجمع إنه التاء رح تجمعهم، لأنه في عندي other gags فيهم حرف التاء. فإذا خلينا نحفظ كالتالي: cartilage وما يحدها، tendon and ligaments زائد أورطة. أوكي. نشوف other gag. في عندنا مثلا ديرماتان سلفيت، ديرماتان، هذا هو تركيب الديرماتان. كمان هل هو تركيبه زي ما أخذنا قبل شوي، ولا في شواذ، في إشي شاذ في التركيب تبعه؟ شو رأيك؟ المرتبة الأولى لا، أسيدك شوجر، هي مجموعة الكربوكسيل الديورونيك، والمرتبة الثانية زي ما احنا شايفين أمينو شوجر، أسيتيليتد أمينو شوجر، سو اتس نورمال زي ما احنا تعلمنا الجنرال رول، القاعدة الأساسية. وفيه السلفر، أوكي، ما اسمه أصلاً ديرماتان سلفيت. تمام، من اسمه واضح أنه مكان وجود الأساسي هو ديرماتان، مكان وجود الأساسي هو كن سكن. عندنا يا سكن. وتحت السكن ايش في عندي؟ في عندي بلود فيزل، والبلود فيزل بدها قلب. اوكي، هيك انا قدرت احفظ مكان وجوده. اذا سكن وما تحتها من اوعيه، سكن. اوكي، فاذا انا كاني برسم في خيالي جسم سكن، وتحت السكن في عندي دم وقلب. اوكي، هارد فالفز. تمام، خلصنا الديرماتان. يجي على رقم 3 كيراتان، كيراتان صلفيت، هذا هو تركيب الكيراتان صلفيت. طلع لي عليه كويس، قل لي هل هو بيتبع الجنرال رول للتركيب ولا فيه استثناء؟ فيه استثناء شو هو الاستثناء؟ الرابطة الرابطة بيتا، واحد إلى أربعة، مش الرابطة واحد إلى ثلاثة، اوكي، 1 إلى 4 ماشي، بس في استثناء واضح أكثر من هيك. مش اللي هو اللي كربوكسيل. في شي كربوكسيل، يعني في شي اسيديك شوجر، ولا مين موجود محل الاسيديك شوجر؟ قال اختصار لكلمة جالك توز. إذا الكيراتان هو الوحيد اللي فيه شاذ، شيء شاذ عن الجنرال رول للتركيب، ما عنده اسيديك شوجر، عنده ايش؟ عنده محلها سكر احادي عادي، جالاكتوز، جالاكتوز. اوكي، تمام يا جماعة. طيب أسيتيل أمينو شوجر هل موجودة؟ يس، هي أمينو أسيتيل عادي، وفيها سلفيت طبعا. وين موجود الكيراتان؟ الكيراتان موجود في الكونكتيف تيشو، أوكي، بمرافقة أو مع كوندروتين سلفيت، هو والكوندروتين أصحاب كتير، أوكي، صار موجودين في الكونكتيف تيشو. أوكي، اللي بعده رقم 4 هيبارين، هيبارين. تعال نشوف تركيب الهيبارين نورمال ولا فيه اكسبشنز. هاي اسيدك، اها، شو ملاحظ؟ هل الامينو جروب عليها اسيتيل؟ لا
لا، لا فإذا الإشي الغريب فيه أنه محل الأمينو شوجر ما في عندي أسيتيل على الأمينو جروب، إنما عندي سلفر. أوكي، هذا الإشي الغريب فيه. بينما الأسيديك شوجر صحيح فيه أسيديك شوجر، أوكي، لكن الإشي المميز أنه في المرتبة الثانية أنا عندي جلوكوز أمين، ما في أسيتيل، أسيتيل ما في، أوكي، ولكن شحنته تبقى صالح. هلا ميزة الهبارين الثانية اللي بتحكي عن الروابط، شو رأيك في الميزة الثانية في الروابط؟ يس، إنها ألفا. ألفا، بينما كل الجاكز اللي مرسومات روابطهم بيتا. سو الميزة الثانية إنه عنده ألفا بوند، ألفا جلايكوسيديك بوند. الميزة الثالثة إنه الجاكز كلهم اللي أمامك موجودين خارج الخلية، يعني بيتصنعوا وبيطلعوا برا الخلية، ما عدا الهبارين بضل وين موجود؟ بضل موجود في داخل الخلية intracellular. So unlike other gag that are extracellular compounds, the heparin is an intracellular component. لأي خلية؟ لخلية تسمى خلية ماست، ماست سيل، أتوقع بتعرفوها، سمعتوا فيها من قبل؟ Yes or no، فقط yes أو لا. لا لا، ما سمعناش لا ما فيها. سمعتش. ماست سيل هي عبارة عن خلايا لها علاقة برد الفعل الالتهابي ورد الفعل الحساسة، أوكي، فالهيبرين بيكون موجود في داخل هاي الخلايا، مخزن في فيزيكل، وما بيطلع إلا إذا أنا أثرت أو استثرت الماست سيل. إذا استثيرت الماست سيل فالهيبرين، الهيبارين فيزيكال، او الفيزيكال اللي بتعمل الهيبارين بتعمل اكسوسايتوسيس وبتطلع المركب لخارج الخليه. هو طالما الماست سيل مش مستثاره فالهيبارين بضله موجود في داخلها، لكن لما نعمل استثاره للماست سيل فالهيبارين بيتصنع، واذا كان موجود بالفيزيكال بيطلع خارج الخليه. شو هي وظيفه الهيبارين لما يطلع؟ لما يطلع الهيبارين لخارج الخليه فهو بيشتغل ك انتي كوأجيولانت، يعني مضاد للتخثر أو مضاد للتجلط. فإذا وظيفة الهيبارين أنه يمنع التجلط في المكان، يمنع التجلط في المكان، وبناء عليه نحن ما تركنا هذه المعلومة تروح علينا على الفاضي. شو سوينا في المجال الطبي؟ شو سوينا؟ الهيبارين بيشتغل كأنتي كوأجيولانت، فأنا شو سويت في المجال الطبي؟ صنعت منه بيلز مثلا هيبرين بصراحة. أوكي حلو، طب ليش صنعناه؟ عشان نمنع الخثرات اللي ممكن تصير مثلا في القلب، أو إنه آه نمنع. حلو، فإحنا استفدنا من هذه المعلومة ورحنا صنعنا الهيبرين في المختبر، أو حصلنا على الهيبرين في المختبر بطريقة أو بأخرى عشان نستخدمه في المستشفيات ك أنتي كوأجولانت. بصراحة الهيبرين مش موجود على شكل حبوب، موجود على شكل حقن أي في تنحقن في الوريد، عشان هيك هي موجودة فقط في المستشفى مش موجودة في الصيدلية. سو الهيبرين يستخدم كأنتي كوأجولانت كاستخدام طبي في المستشفيات. تمام، ما دكتورة هو ما هو تركيب الهيبرين؟ هل هو بروتين؟ الهيبرين هل هو بروتين؟ هل هو دي ان ايه؟ هل هو ليبيد؟ ما هو الهيبرين؟ بروتين عن جد؟ متأكدة؟ ما هو الهيبرين؟ هو بولي وات؟ بوليسكارايد. بوليسكارايد أيوة مالكم، إحنا قاعدين نتكلم عن البوليسكارايد، هيتيرو بوليسكارايد. سو الهيبرين اللي عنده أنتي كوأجلانت إفكت اللي بنعطى في المستشفى في الوريد هو عبارة عن بوليسكارايد، عبارة عن سكر عديد. طيب هلا في له ابن خال ممكن تقراه في الدار، هيبران سلفيت، بيفرق عن الهيبرين باشياء بسيطه. هيبران سلفيت اخر واحد في الجاج، في عندنا واحد كتير مميز وكل البنات بيعرفوه، صح صبايا؟ مين هو صبايا؟ ممكن تقراوه؟ هيالورونيك أسيد. هيالورونيك اه أسيد بسرعه الصبايا قراوا الاسم، ما استصعبوا السبيلينج ابدا. اسمه هايلورونيك اسيد. فايش بتستخدموه صبايا؟ للهايدريشن للسكين. يا هايدريشن، للترطيب. يعني الهايلورونيك اسيد شو طلع تركيبه بالاخر؟ طلع ايش؟ طلع سلسلة سكر.
طلع من سلاسل السكر. الهيالورونيك أسيد موجود في كريمات الترطيب. حامض الطبع ولا قاعد الطبع هيالورونيك أسيد؟ حامض. مفروض إيه حامض. حامضي، أيوة البي اتش تبعته منخفضة، حامض حامضي، والدليل هيها أسيديك شوجر، خزن أسيديك شوجر، فهو حامض الطباع، يستخدم للترطيب لأنه بجمع مي حواليه، بحب المي يجمعها حواليه. أوكي سو الهيلارونيك أسيد تعال نشوف التركيب تبعه، هل في شيء مميز؟ أسيديك شوجر حلو، وأسيتيل أمينو شوجر حلو، بس أنا مش شايفة عليه ولا طابة صفراء، إذا من مميزاته هي ما بيحتوي على كبريت. برافو اتس نوت سلفيتد، ما في عليه السلفر، ما تبقى كان عليه طابات صفر اذا انت لاحظت، اما هذا المركب ما في، so it is not sulfated. تمام، هو مش بس موجود عندنا، وفي عندنا كمان كائن اخر يحتوي او يوجد في تركيبه هايلارونيك اسيد، مين هذا الكائن الثاني؟ البكتيريا. بكتيريا، بكتيريا صحيح، في جدار البكتيريا يوجد هايلارونيك اسيد في التركيب تبعه. يستخدم الهيالورونيك أسيد أو استخدامه في الخلية لوبريكانت أند شوك أبسوربر، يعني مرطب أو للترطيب المكان وممتص للصدمات. طبعا ما هو أصلا موجود أيضا أكيد في الكارتليجز، طالما ممتص للصدمات فهو أيضا موجود في الكارتليج، موجود في الجوينتس، في السائل الموجود في المفاصل وفي أماكن أخرى. بدي أفرجيك كمان شغلة مميزة للهيالورونيك أسيد في صورة أخرى، صورة تانية. أمامي على اللوح بروتيوغلايكان كومبلكس، بروتيوغلايكان كومبلكس أو أجريجيت، اللي هو حكينا عبارة عن فراشي، فراشي شعر بروتيوغلايكان مولكيولز متجمعات وعاملين شلة، مين اللي مجمعهم سوا سوا؟ اللي مجمعهم المركب اللي باللون الأزرق، إيش اسمه هذا المركب؟ الهيلورونيك أسيد. هايلارونيك أسيد. سو لاحظ الهايلارونيك أسيد شو وظيفته؟ إنه يعمل بروتيوغلايكان أجريجيت، هو اللي بيجمعهم برا برا الخلية في الإي سي إم. إذا الهايلارونيك أسيد it acts as a lubricant and a shock absorber. It's found outside the cell as an aggregate. In an aggregate, it helps in making proteoglycan aggregate. يساعدني إني أسوي تجمعات أو شلة من البروتوغلايكان مولكيولز مع بعضهم البعض برا الخلية. تمام؟ أوكي، تمام إذا. نشوف صور الكتاب. صورة مين هذه من المركبات؟ هذه صورة بروتوغلايكان زي ما نلاحظ، وهذه الصورة من الأعلى، أخذت من الأعلى. It has a bottle brush like appearance، زي شكل الحوشة. أوكي طبعا أنا هون عندي على السلايد مجمعة بالميزات الخاصة في الجاج، هي نفسها الموجودة أو المكتوبة عندك في الصورة. نتطلع كمان مرة في الدور على التركيب بشكل عام، هل هو بيتبع القواعد أو فيه exceptions؟ هل كلياتهم عليهم كبريت yes or no؟ وشو ميزة كل واحد فيهم؟ مين الأكثر شيوعا؟ وين موجود كل واحد فيهم؟ مين عنده صفات طبية غريبة anticoagulant مثلا؟ مين موجود بشكل غريب بحيث أنه بس بيعمل aggregate مش موجود كجزء من الفرشاة؟ أوكي؟ فإذا مرة تانية نراجعهم في الدار ونحاول نحفظ الأشياء المميزة. نحن هيك بنكون تكلمنا عن the structure of proteoglycan. في عندنا حالة اسمها osteoarthritis، التهاب المفاصل، التهاب المفاصل osteoarthritis. ايش اللي بصير في الاوستيوارثرايتس؟ شو بصير في المفصل؟ المفصل بصير له degradation او يعني بتحطم او بيخرب، فلما المفصل بيتحطم او بيتم تخريب الشكل المميز له، مكونات المفصل اللي هو السائل synovial fluid بينخسر او بنفقد هذا السائل، وفي هذا السائل في عندي ماده جدا مهمه زي ما اتفقنا اللي هي البروتوغلايكان. زي ما شفنا قبل شوي البروتوغلايكان هي اللي بتعطي اللوبريكيشن، بتعطي الشوك ابسوربنس،
بتعطي الهايدريشن للمكان. فإذا أنا خسرت هذا الكلام، خسرت هذا السائل، خسرت هذه المكونات، فمعناته أنا خسرت المرونة للمفصل. فبالتالي الإنسان اللي عنده التهاب في المفاصل يعاني من ألم، من ستيفنس، من سويلينج، ومع الوقت الأحداث أو الأعراض هاي بتكون أسوأ وأسوأ. من محاولات علاج الأوستيوأرثرايتس أن نعطي حقن في المفصل تحتوي على هدول المركبات. ما هي هذه المركبات؟ شو رأيك؟ أكيد سمعت شي مرة أنه من طرق علاج الأوستيوأرثرايتس أو التهاب المفاصل وزيادة الاحتكاك أنه نعطي جلوكوزامين صلفيت وكوندروتين صلفيت. شو هذه المركبات؟ شو الأهمية تبعتها؟ ليش بنحطها أو نعطيها للمريض؟ صعب السؤال؟ أكيد لنقلل الألم، يعني إنه كعلاج يعني. يا كيف بدك تقلل الألم؟ هذول مش مسكنات آلام، هذول التنين، هذول إنما جاكس هذول عشان زيادة ال أيوة اللبريكيشن. برافو. إذا نعطي لابريكانس، اللابريكانس زي ما اتفقنا قبل شوي، البروتيوجلايكان والجاك هذول بيشتغلوا كلابريكانس لأنه تركيبهم عليه شحنات سالبة. فإذا عشان نزيد اللابريكيشن، نقلل الألم بالتالي كتحصيل أو كنتيجة، نعطيهم جلوكوزامين وكوندروتين. تمام. أوكي، هاي كانت كلينيكال كيس موجودة عندك في الكتاب حول الجاك. طيب خلينا ناخذ فكرة سريعة وبسيطة جدا عن طريقة تصنيع البروتيو جلايكان اللي هي فرشاة الشعر. أول شيء لازم تحط في بالك إنه البروتيو جلايكان في نهاية المطاف لازم يكونوا برا الخلية. فلما أنا بحكي عن إشي برا الخلية، فبتصنع في أي رايبوسوم؟ الرايبوسوم الحر أم الرفيق؟ يلا، بروتيو جلايكان هي مركبات تعمل خارج الخلية، يعني الخلية لما بدها تيجي تصنع هاي المركبات لازم في نهاية المطاف تطلعها لبرا الخلية. بروتيو جلايكان، فإذا أنا لازم أصنع بروتين في البداية. هذا البروتين يا ترى هل رح يتصنع في الريبوسوم الحر، في الفري ريبوسوم، أم في الرف اي ار؟ الرف اي ار عشان بعدها يروح على جولجي ويصير على شكل أيوه فيزيكي ويخرج من الخلية. برافو. سو طالما هذه المواد للخارج فإذا هي تتصنع في الرف اي ار، إذا بتذكروا البيولوجي. من الريب اي ار بعد ما اصنع البروتين بودي فيزيك المسافره لجهاز جولجي. في جهاز جولجي ايش اللي بيصير؟ باختصار في جهاز جولجي بيصير موديفيكيشن للمركب واضافه سكريات، جلايكوسايليشن. تنضاف السكريات حبه حبه بالترتيب، اوكي؟ مثلا هذا بروتين، مثلا بضيف اول شيء اسيديك شوجر، بعدين بيجي انزيم تاني بضيف الامينو شوجر، الاسيتيليتد امينو شوجر. مثلا احتجت احط سلفر، بيجي انزيم ثالث بضيف السلفر، وهكذا. اذا ستيب باي ستيب، اسيدك مثلا بدي السلفر، بجيب الانزيم بحط لي سلفر. تمام. So it's added by sequential manner. In a sequential manner يعني بطريقة ترتيبية تعاقبية. في أي مكان تحتاجي إلى سلفر، أول شيء بتحطي السكر المطلوب ثم تضيفي السلفر في المكان المقصود. واضحة الفكرة؟ دائما وابدا هذا الطرف الاخير بيكون نون ريديوسينج. تمام، دائما اطراف السلسله السكريه بتكون نون ريديوسينج، نون ريديوسينج يعني. هلا انا هذا بس اللي طالبته من التصنيع، مو طالبه اكثر من هيك، طالبه تفهم الموضوع ان جنرال بشكل عام. اذا في رف اي ار ثم جولجي، جولجي بنعمل جلايكوسايليشن ستيب باي ستيب، والسلفر بنضيفها بعد ما نضيف السكر المطلوب. اوكي طيب، انت ليش عم تحكي لي عن التصنيع بشكل بسيط؟ بلزمني انك تفهم طريقة التصنيع عشان لما احكي عن الوضع العكسي اللي هو الديجريديشن والامراض الخاصة في الديجريديشن يكون الوضع واضح ومفهوم. امتى نحن بنحطم الجاج؟ بنحطم الجاج لما عمره يخلص. اوكي، الجاجز عندي أنواع مختلفة، لذلك التي هاف رح يكون فيها رينج from minutes up to months. لكن في نهاية المطاف لما يخلص العمر الافتراضي للجاج المفروض إني أكسره. طالما الجاج هو عبارة عن مركب في خارج الخلية وأنا حابة إني أكسره، معناته هذا المركب أول شيء لازم أسويه هو إني أعمل له بلعم
فاجوسايتوسيس، أدخله للخلية. بعد ما دخله للخلية بيتحد مع اللايسوسوم. لايسوسوم. يا عشان أحطمه. هلا انزيمات اللايسوسوم شو بتسوي في الجاك؟ خلينا نشوف. هذا جاك، بداية في عندي انزيمات بنسميها اندوجلايكوسايديز موجودة في اللايسوسوم، بتحطم الجاج الطويل إلى فراجمنتس أصغر إلى أوليغوساكارايدز. فإذا مبدئيا عندنا اندوجلايكوسايديزز بتحطم الجاج إلى smaller fragments of oligosaccharides. زي ما بنعرف كل polysaccharide عنده طرفين، أحد هذه الأطراف بنسميه non-reducing end. Okay, non-reducing end. الخطوة اللي بعديها اللي هي خطوة تحطيم الأوليغوساكرايد إلى وحدات أصغر. So the oligosaccharide is degraded later on, but they will follow the rule. الرول شو بتحكي؟ Last on, first off. إيش يعني last on, first off؟ كل آخر إشي الرنسون بطلع والإشي بنشيله. آخر إشي، عفوا ممكن تعيدي؟ آخر إشي ضفناه عشان نصنع هو أول إشي بنشيله. صحيح، من أي طرف؟ reducing or non-reducing؟ مننا reducing. أيوة. فإذا كل، مش كل oligosaccharide في عنده طرفين reducing و non-reducing، فنحن بنشتغل على non-reducing end. آخر عملية عملناها خلال التصنيع بتكون أول عملية بنعكسها. طيب بناء عليه أنا راح أعطيك هلا oligosaccharide structure واحكي لي شو راح أسوي فيه. هذا اللي أمامك oligosaccharide. أوكي، هذا هو النون ريديوسينج إند. إيش أول شيء لازم أعمله في هذا الأوليغوساكرايد؟ أتخلص من السلفات. برافو، لأنه هي كانت آخر شيء عملته على المركب، إذا هي أول شيء راح أعكسه خلال التحطيم. So أول شيء بنعمل ريموفال للسلفيت جروب باي ان انزيم كول مثلا ديورينيت سلفاتيز. طيب شو رأيك الخطوة اللي بعديها رح تصير؟ أنت السلفيت، شو الخطوة اللي بعديها بتتوقع تكون؟ بقيم هذا آخر واحد. الديورونيك أسيد، احكيها يلا. الديورونيك أسيد، اليورينيك أسيد. يا ففي عندي إنزيم خاص لهذا الكلام الديورونيديز. طيب اللي بعديه شو راح أسوي؟ يلا أسرع، بنرد نقيم السلفيت جروب، ثم في خطوة أخيرة، خطوة أخرى من نقيم هذا المركب، ثم هذا وهكذا. إذا القاعدة تقول last on first off، واضحة؟ عشان هيك أنا عرجت شوي على التصنيع عشان أحكي لك إنه في التحطيم آخر شيء بنعمله كنا في التصنيع بنعكس على التحطيم. تمام اوكي. هلا انا هون عندي مجموعه من الامراض موجوده في 4 مستطيلات جميعها لها علاقه بالتحطيم من الاوليغوساكرايد، صح ولا لا؟ لذلك هذه المجموعه تسمى، مجموعه الامراض هاي تسمى اوليغو ساكاراي دوسيس. ليه؟ لأن هذه الأمراض تنشأ بسبب ديفكت في إنزيمات اللايسوسوم، في الإنزيمات الخاصة في تحطيم الأوليغوساكرايد، مما يعني إنه الأوليغوساكرايد عم بيتراكم. يعني إذا عندي ديفيشنسي في هذه الخطوة معناته السبستريت الخاص في هذه الخطوة اللي هو الأوليغوساكرايد المرسوم أمامك رح يتراكم في الخلية. لو كان مثلا عندي ديفكت في الخطوة التالية أو الخطوة التانية معناته أجين الأوليغوساكرايد الزهري هو اللي رح يتراكم في الخلية. لذلك الأمراض الأربعة المذكورة أمامك تسمى أوليغوساكرايدوسيس نتيجة التراكم لأوليغوساكرايد معين حسب الإنزيم اللي معطل. أوكي؟ وبرضو إلها اسم آخر، الاسم الآخر لإلها ميوكو بولي ساكرايدوسيس. ليه بالك سميتها ميوكو بولي ساكرايدوسيس؟ ليه سميتها ميوكوبوليساكرايدوسيس؟ مش حكينا أن تفضلي نور. اسمهم الثاني
ايوه أوميجا أو. شاطرة. شاطرة. فإذا نور بتحكي لكم الاسم الثاني للجاج اللي هو ميوكوبوليسكارايد، واحنا عندنا هون ديفكت في الديجوديشن اوف جاج، therefore we can call this group of disease a mucopolysaccharidosis. فإذا في لها اسم. نقرأ الأسماء مبدئيا، عندنا هانتر سيندروم، هيرلر سيندروم، سان فيليبو، وسلايس سيندروم. هذه الأمراض هي أمراض ميوكوبوليسكارايدوسيس أو أوليغوسكارايدوسيس. أنا راح أشرح إن جنرال وأنت بتقرأهم سبيشال، كل واحد لحاله. أسباب هاي الأمراض هو ديفكت في اللايسوسومال إنزيم that are specified for their degradation and therefore the oligosaccharide or the substrate of that enzyme will accumulate in the cell, inside the cell, inside the lysosome. And this will lead to a range of signs and symptoms inside the body or in our body. إلى درجة حتى لاحظوا، حتى إلى درجة أن لما الأوليغوسكرايد يتراكم رح يظهر الأوليغوسكرايد عندي في البول. So it characterized by gag accumulation in various tissues، لأني مش عارفة أكسر الجاج. And this will cause a number of symptoms such as ECM deformity، مشاكل في تركيب الـ ECM، mental retardation، skeletal deformity. حتى بنلاحظ كمان ان الاوليغوسكرايد مش بس بيتراكم في الانسجه وكمان عم بيظهر معي في البول. اذا حبيت اشخص او اعرف بالضبط اسم المرض او اعرف الانزيم اللي انا عندي فيه نقص، بقدر اسوي الطريقه التشخيصيه التاليه. بقدر اخذ عينه من البول واشوف الاوليغوسكرايد الموجود في البول واشوف اي طرف من اطرافه الريديوسينج او النون ريديوسينج عشان اعرف الانزيم الناقص. in non-reducing. لما تعرفي طبيعة الـ non-reducing end بتقدري تعرفي شو هو الإنزيم اللي مش عم بيشتغل، صح ولا لا؟ لما أشوف الـ non-reducing end عليها sulfate group فبعرف إنه الإنزيم اللي بقيم السلفيت فيه مشكلة، فيه عيب، وبالتالي المرض اسمه كذا وكذا for example. فإذا بأخذي لعينة بول والتعرف على نون ريديوسينج اند الاوليغوسكرايد الموجود، بقدر اعمل دياجنوزز للمرض، بقدر اعرف شو الانزيم الناقص وشو اسم المرض بالضبط. او ممكن مثلا ناخذ خلايا سامبل وفي هذه الخلايا اقيس نشاط الانزيم اللي موجود في اللايسوسوم. اذا كان عندي شك انه الانزيم الف هو المعيوب فاشوف نشاطه، اعطيه سابستريت واشوف مدى الإنتاج تبعه، هل أعطاني إنتاج أو ما أعطاني. سو في عندي أكثر من طريقة للتشخيص. هلا هذه الأمراض كلياتها طريقة توارثها في العيلة أوتوسومال ريسيسيف ما عدا واحد للأسف، ما عدا واحد اللي هو الهانتر سيندروم إكس لينك. دائما إحنا بنحب الأمراض تكون أوتوسومال ريسيسيف، ما بنحب تكون إكس لينك لأنه هاي بتأثر على الذكور أكثر من الإناث. So all of them are autosomal recessive except one. هلا إذا في علاج أو ما في علاج، بصراحة علاج هاي الأمراض كتير صعب. بعض هذه الأمراض ممكن تستجيب لإعطاء الإنزيم الناقص enzyme replacement therapy. بعض هذه الأمراض ممكن ينفع معها عملية زراعة نخاع العظام bone marrow transplantation، ومش دائما بتنجح. معظم هذول الناس بيموتوا في مراحل مبكرة ببلش المرض خفيف ومع الوقت بيزيد سوء. ميزة هاي الأمراض إنها بروجريسيف، يعني بتكون في البداية مايلد ومع الزمن بتصير مور سيفير. تمام. ممكن هذه الإنزيمات اللي رح تشوفها اللي رح تقرأ عنها لاحقا في البيت، رح تلاحظ إنه بعض هذه الإنزيمات ممكن تشوفها بشباتر أخرى أو في فصول أخرى في المادة، مما يعني انه هذا الانزيم بكون involved in more than one pathway. Okay. So بعض هاي الانزيمات اللي امامك ممكن انك ترد تصادفها في الشابترز اللاحقة، برضو لها علاقة في degradation of other products. وبالتالي العيب في هذا الانزيم بضرب two pathway مش pathway واحد. اتفقنا؟ اوكي. فاذا احنا هيك بنكون انهينا الشق الاول من الكتاب او الشابتر اللي هو كان بيتكلم عن بروتيو جلايكان اند جاجز. حكينا عن التركيب، حكينا عن الوظائف، حكينا عن الخصائص لإلهم، اتعرفنا على انواع منهم، على اشياء مميزه في كل نوع.
تعرفنا بشكل سريع جدا على السنتسز لإلهم، وبعدين رحنا على ديجريديشن، ركزنا على الديجريديشن بزيادة شوي لأنه في أمراض مجموعة مرضية اسمها أوليغوساكاريدوسيس، شرحنا عن هاي الأمراض بشكل عام بصف إنك تقرأ عن كل واحد بشكل خاص. نيجي على الشق الثاني لهذا التشابتر، بتكلم عن مركب بتهيأ لك من الوهلة الأولى إنه نفس اللي كنا نتكلم عنه البروتوغلايكان، ولكن هذا المركب بيختلف تماما. جلايكو بروتينز، هل الجلايكو بروتينز هي نفسها بروتوغلايكان؟ تعال نشوف مع بعض. هذا واحد من الجلايكو بروتين، هي بروتين ملونة باللون الأخضر، أوكي؟ هذا بروتين، وعلى هذا البروتين في عندي سلسلة سكر. السؤال الأول، هل هذه السلسلة طويلة؟ هل هذه السلسلة طويلة؟ بستنى منكم جواب على فكرة. أوكي، معناته من هذه النقطة إلى آخر تشابتر يا جماعة انشرح. أوكي، نعتبر هيك إحنا أنهينا تشابتر، نشوفكم المرة الجاية إن شاء الله تشابتر جديد. ليش يعطيكم يعني العافية. دكتورة؟ سألت سؤال والكل طالع شكله برا المحاضرة، صح؟ لا أنا معك بالمحاضرة، بس أنا مش عارف الجواب، مش أكتر من هيك. دكتورة تقدر تعيد السؤال؟ طيب لما احنا ما بنفهم السؤال نطلب انه نعيده، صح ولا لا؟ باختصار، اما انا الاحظ انه انتم تاركيني احكي مع حالي، لا انا مش محتاجة. نعيد السؤال، شايفين سلسلة السكر اللي امامك؟ خلينا احط عليها دائرة، هاي سلسلة سكر ملتصقة مع بروتين، هذا المركب كله بنسميه جلايكو بروتين. كان سؤالي هل سلسلة السكر بعتبرها طويلة أم قصيرة؟ قصيرة. قصيرة، متفرعة أو غير متفرعة، branched or unbranched؟ متفرع. متفرع. أوكي، متفرع branched. طيب ممكن نشوف الشحنات مع بعض، حبة سكر حبة حبة، هل هذا عليه شحنة؟ موجب ولا سالب ولا نيوترال؟ أسيتيل جلوكوزامين، شو رأيك؟ موجب؟ متعادل متعادل، برافو، هذا متعادل نفس الشيء متعادل. مانوز سكر سداسي مثله مثل الجلوكوز، هل عليه شحنة؟ مانوز، هل المانوز عليه شحنة؟ لا، فش عليه شحنة، بس صح؟ تمام، لا هذول كمان لا، جلوكوزامين، أسيتيل جلوكوزامين. طب جالاكتوز هل عليه شحنة؟ جالاكتوز لا، متعادل. متعادل، اوكي اذا الى الان كله متعادلات. اوكي، في عندنا هون اسماء سكريات غريبه، بس انا بحكي لك انه هذا مش مشحون، فيوكوز، فيوكوز مش مشحون، هذا برضه مش مشحون. نيجي على هذا نانا مشحون ان اي ان اي، يا ان اي ان اي، اذا موجب. بتبحث عنه بتلاقي عليه شحنه سالبه، اذا بتبحث عنه على الانترنت او حتى في داخل الكتاب مشحون بشحنه سالبه. So قد يكون الجلايكوبروتين مشحون بشحنة سالب. طيب نشوف الجلايكوبروتين اللي موجود في الأسفل، هذا كمان سكر، برضه السكر قصير متفرع، هل مشحون أو لا؟ طلع لي على المركبات بشكل سريع، مشحونة ولا لا السكريات؟ لا مش لا مشحونة، متعادل. مشحونة أيوة، إذا الشحنة الكلية إما نيجاتيف أو نيوترال، الجلايكوبروتينز يا بكونوا نيوترال أو بكونوا نيجاتيف إن تشارج. أوكي، أرسم لك الشكل العام للجلايكوبروتين، هل شكله زي شكل الفرشاة؟ الجواب لا، الجلايكوبروتين ممكن يكون عبارة عن بروتين كروي globular بروتين،
وعليه سلاسل سكر قصيرة، هذا جلايكوبروتين. وقد يكون الجلايكوبروتين عبارة عن بروتين ليفي الشكل زي الكولاجين، الكولاجين بروتين ليفي الشكل، وأيضا عليه سلاسل سكر قصيرة. فهل شكله يشبه شكل الفرشاة؟ لا لا. ألاحظ إذا في عندنا فروقات بين البروتيوغلايكان والجلايكوبروتين. أمامك على اللوح أنا عاملة تيبل بوضح الفروقات، أوكي، وأوجه المقارنة. يا كربوهيدرات دكتور، تشين، سؤال، تفضل. ايش اللي بحدد اذا السلسلة طويلة او قصيرة؟ هل في معيار؟ تعال نشوف طول الكربوهيدرات في الجلايكوبروتين كانت قصيرة، تقريبا فيها 10 حبات سكر. أما في البروتوغلايكان كيف كان الوضع؟ جدا طويل، أكثر من 10. تمام، نشوف الكربوهيدرات كومبوزيشن، المحتوى الكربوهيدراتي في البروتوغلايكان كان في عند الدايسكرايد ريبيت لفرشاة الشعر، كان عندي دايسكرايد ريبيت. هل يوجد ريبيت معين في السكريات اللي قبل شوي شفناها في الجلايكوبروتين؟ لا لا ما كان في عندي ريبيت، أو كان عندي قانون أمشي عليه. So there is no serial repeat. بالنسبة للتشارج في البروتيوغلايكان في الفرشاة كانوا كلهم سوالب، في الجلايكوبروتين كان إما سالب أو أو متعادل. نيوترال. بالنسبة للبرانشينج، البروتيوغلايكان السلسلة كانت ما زي ما كان شفناها من بالضبط، لينير، يا أما في الجلايكوبروتين كيف كان الوضع؟ often branched. بالنسبة للأبيرنس عندي بوتل برش شكل الفرشاة، أما هون كانوا معظمهم جلوبيلر بروتينز، وفي عنا بعض البروتينات اللي قلت لك ليفية كمان بكون عليها سلاسل سكر، لكن معظم بروتينات جسم أصلا جلوبيلر. فالكتاب كاتب most of glopular proteins are glycoprotein، لكن هذا ما بينفي إنه في عندي بروتين ليفي في الجسم وممكن يكون عليه شوية سلاسل. طيب نسبة الكربوهيدرات في المركب في فرشاة الشعر كان نسبة الكربوهيدرات قد إيه؟ هي الأساسية 95%. 95%. لكن لما بحكي عن جلايكوبروتين ما في عندي قانون. لاحظ أنت لما بتقرأ كلمة جلايكوبروتين تفكر إن البروتين هو المسيطر، ولكن الحقيقة لا، ما في عندي قانون. لاحظ مثلا عندي 4% من الأنتي بوديز السكر، 80% من مركب في المخاط اسمه ميوسين عبارة عن سكر، فإذا ما في عندي قانون. So it's a variable. Now الوظائف، وظائف الجاك حكيناها قبل هيك في بداية الشابتر، ممكن تعبيه في التيبل. أما وظائف الجلايكوبروتين فهي، خليني أفرجيك الصورة اللي بتحكي لي عن وظائف الجلايكوبروتين وانت حذر. أول وظيفة هي Recognition. cell surface recognition. الريسبترات، معظم الريسبترات أو المستقبلات عبارة عن جلايكو بروتين. الوظيفة الثانية هي مناعة. أو بما معناه الأنتيجين، تعطي خصائص الأنتيجين أو التعريف عن الخلية، زي مثلا الأنتيجين تبع الريد بلود سيلز. إحنا دائما بنقسم الـ RBC أو الفصائل الدم إلى A B O A B، بناء على إيش؟ بناء على الجلايكوبروتين اللي موجود على السطح، بناء على طبيعة السكر، بناء على طبيعة السكر اللي بينتهي في سلسلة السكر. موجود على السطح سلسلة سكر متفرعة مربوطة على بروتين سطحي، فبناء على طبيعة السكر اللي بتنتهي فيه هاي السلسلة، نحن بنحدد هل هاي فصيلة الدم A أو B أو O. فمثلا أعطيك مثال وأنت اقرأ الهاي: If the terminal sugar on the glycan part of the glycoprotein is acetyl glucosamine, sorry, acetyl galactosamine, بالتالي البلود جروب رح تكون A. يعني هاي الـ RBC وهذا بروتين في الممبرين رح يكون عليه سلسلة سكر. بقول لي إذا كانت سلسلة السكر الموجودة على الطرف، على طرف السلسلة، إذا كانت السكرة هي جلاكتوز أمين وعليها أسيتيل، يعني أسيتيل جلاكتوز أمين، معناته فصيلة الدم هذه A. بينما إذا كانت السكرة الأخيرة في السلسلة هي جلاكتوز، فستكون فصيلة الدم هي
بي بي إن نحن يا نحن بنفصل الدم لفصائل بالاعتماد على الانتيجين، بالاعتماد على الكربوهيدرات بورشن للانتيجين، والانتيجين هو عبارة عن جلايكوبروتين. فإحنا بنطلع على السكر وبنشوف طبيعته، وعلى هذا الأساس نحكي هذا اي بي اي بي او او. تمام. الوظيفة اللي بعديها الجلايكوبروتين إنها بتدخل في تكوين الحشوة في السي ام. وظيفة رقم 4 زي ما حكينا بتدخل في تركيب الميوكوس. في عندي بروتين اسمه ميوسين، هو عبارة عن جلايكوبروتين وهو المكون الأساسي للمخاط، فإذا هي أيضا من المكونات الأساسية للمخاط. قبل شوي كمان حكينا إنه الإميونو جلوبيولين إذا تتذكر فيها 4% كربوهيدرات، فمعناته من الوظائف أيضا antibodies definition يا ديفنس. صحيح، هي 1 2 3 أي 4 5. وآخر وظيفة اللي هي عبارة عن لايسوسومال كومبوننت. كثير من انزيمات اللايسوسوم، كثير من انزيمات التحطيم الموجودة في اللايسوسوم تركيبها هو جلايكو بروتين، يعني بروتين عليه سلاسل سكر صغيرة متفرعة. تمام، وصلنا لعند هذه النقطة. ضل عندنا شوي، المرة الجاية بنكمل. ضل عندنا نحكي سريعا عن السنتسيس والديجريديشن، وفي عندنا مرض رح نتكلم عنه وندخل في التشابتر اللي بعده. تمام، يعطيكم العافية. الله يعافيك دكتورة.